الآن نشاهد مادة فيها انهيار جسر السويس الذي يربط مناطق شرق الموصل بوسط المدينة. السلام عليكم، احنا الآن على جسر السويس. طبعاً انهيار كبير صراحة، معناته أنه طلب جامعة الموصل اللي هي من أقصى شرق الموصل إلى الشمال شرق الموصل ما راح يكون دوام من سيابية بعد يعني انهيار جسر السويس. أيضا مع كل الأسف يعني أخبار يعني سريعة جدا وانهيارات للخدمات في مدينة الموصل، وين نروح ما نعرف بعد، بس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك حلول سريعة وعاجلة وناجحة، لكن نحن ندعو ما في شيء غير يا رب. أنا صور الجزيرة.